معي عبر الهاتف الآن بعد ما كان معايا الأستاذ عبد العزيز مدير تحرير صحيفة عكاظ ومدير المركز الإعلامي السابق لنادي أهلي جدة، صاحب الخبر النهارده خبر روي فيتوريا اللي نفاه الأستاذ محمد غرابة مدير منتخبنا، أو المهندس محمد غرابة مدير منتخبنا الأول. معانا الآن المهندس محمد غرابة مدير المنتخب يقول لنا رأيه في مقيلة اليوم عن اتفاق نادي أهلي جدة مع روي فيتوريا مدرب منتخبنا الأول. يا باشمهندس منور ومشرف. بنورك يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ الله يخليك، الحمد لله. عامل طيب. ايه؟ انا حاولت بس الاول اخد توضيح من الراجل على الخبر بتاعه، وواجهته بالكلام اللي انت رديت عليه النهارده على تويتر وقلت ان الكلام ده مش موجود، وهو اصر وصمم انه مسؤولي اهلي جده اتفقوا مع روي فيتوريا وروي فيتوريا اداهم الضوء الاخضر وقال لهم خلصوا بس انتوا اموري مع اتحاد الكره المصري. ردك على هذا الامر ايه؟ معلش، هو انا مش عارف مين اللي حضرتك كنت بتكلمه. ده الاستاذ عبد العزيز، ده مدير تحرير صحيفه عكاظ صاحبه الخبر النهارده، وهو كان مدير المركز الاعلامي السابق لنادي اهلي جد. تمام. طبعا بص، يعني تسلسل الاحداث كانت الصبح او الظهر. تمام. ان جالنا صحيفه السعوديه كتبت ان في تفاوض مع روي فيتوريا في اهلي نادي سعودي. انا طبعا يعني تواصلت مع الراجل في الموضوع ده، قال لي ما فيش اي عروض ولا اي محادثات حصلت ولا بينه ولا بين وكيله. الكلام ده يمكن كان الساعه 3 او 4 العصر متهيألي. تمام. بعد 6 ساعات من نفي الخبر، في ابتدى يبقى في مفاوضات، مش مفاوضات، ابتدى يبقى في جس نبض من النادي، او اتكلم مع الوكيل بتاعه عن طريق وسطاء وليس النادي بشكل رسمي. تمام. ان هل في امكانيه ان المصري متواجد مع اهلي جده؟ الموضوع اتقفل واتحسم تماما من ناحيته، من ناحيه فيتوريا. انا صراحه بالظبط، انا صراحه لا. والكلام وصل على الهذا الاساس ان مفيش حاجه رسميه، مفيش حد بيتكلم في الموضوع ده، كلها ما هي الا وسطاء اتكلموا بعد الخبر لما نزل بفتره كبيره. لكن اول ما الخبر نزل لما انت اتصلت معاه قال لك مفيش حاجه، وبعد كده عرفت ان في وسطاء كلموه والراجل رفض تماما. بالظبط كده. رفض. مفيش فكره يا فندم. هو الموضوع زي ما كنت بنتكلم دايما في الموضوع، الراجل برضو يعني الراجل ملتزم بحاجه مع مصر، مش بعقد، ان هو التزام ادبي اولا ثم التزام تعاقدي. والراجل مش بتاع الكلام ده، ولو في حاجه هيقولها. يعني لو هو عنده اي حاجه يعني بيفكر فيها هيقولها لي، او هيقولها للكابتن حازم، او هيقولها للاتحاد. لان في عروض جات له قبل كده وجي قال يا جماعه انا جات لي 1 2 3 وانا رفضتها. فده طبيعي جدا جدا في ظل الاحترافيه بتاعت الراجل والامانه بتاعته ان هو يعني. انا لما كنت موجود في المغرب ماتش مصر وغينيا وسالته في المؤتمر الصحفي عن العروض، قال لي انا طول الوقت بيجي لي عروض بس انا مبسوط مع منتخب مصر ومكمل عقدي مع منتخب مصر وما عنديش مشاكل في منتخب مصر. انا حبيت بس اقول الجمله دي كمان اضافه لما تقوله. بس هسالك انت بقى سؤال، وانت قريب منه جدا بطبيعه عملك وبطبيعه شخصيه، هل الراجل متضايق زعلان من حاجه؟ هل في اي حاجه ممكن تخليه يسيبنا ويمشي؟ برضو عايزين نطمن يعني. لا يا فندم، والله كل الامور تمام. الامور مستقره بشكل كبير، المدير الفني مبسوط هنا معانا. كل الـ يعني المعطيات اللي بتوفر النجاح موجوده. في مشاكل طبيعي، في مشاكل بسيطه بتحصل في اي حته في العالم، مش في منتخب مصر بس، ده طبيعي يعني. ولكن اللي هي يعني لو في حاجه هنقولها، فاهم قصدي؟ يعني لو في مشكله كبيره هنضطر نقول لك ونقول للناس عشان تعرف احنا واقفين لغايه فين. لان دايما في الحاجات دي دايما الصراحه بتبقى هي اسهل طريق للنجاح زي ما بيقولوا. فانا واقعيا الموضوع كله تمام. الراجل مبسوط، الراجل مش متضايق، بالعكس هو شايف ان في مشروع ممكن يتعمل، في قماشه ممكن تتعمل بيها حاجه، في نتيجه ممكن تتحقق. عنده كاس الامم، ربنا يا رب يكرمنا كلنا فيه ان شاء الله. عنده كاس العالم، ربنا هيكرمنا ان شاء الله في كاس العالم. هو بيفكر في كل ده في المستقبل يعني. بالظبط. يعني هو عنده مشروع، هو جاي المشروع 4 سنين، فالنهارده المدير الفني بيبقى عنده رؤيه ان هو هيبقى قاعد مع منتخب مصر 4 سنين، فالموضوع بالنسبه له هيبقى نجاح. صحيح. هو الموضوع كله مش ماده بس يعني. صحيح. فالنجاح بالنسبه له برضه هو اساس الاختيار او اساس التعامل في الامور. صحيح صحيح. المهندس محمد غرابه مدير منتخبنا
الوطني الأول. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة. طبقا لمدير منتخبنا الوطني روي فيتوريا لن يرحل عن منتخب مصر إلى نادي أهلي جد تاني، طبقا للتصريح الرسمي. أنا أحب التصريحات الرسمية. مدير منتخبنا الوطني ينقل عن روي فيتوريا أنه لن يرحل عن تدريب منتخبنا الوطني قبولا لعرض نادي أهلي جدة، ولكن في نفس الوقت مهندس محمد غرابة مدير منتخب مصر قال لنا أيوة حصل في تواصل بين وسطاء وروي فيتوريا حول نادي أهلي جدة، والراجل عايز يكمل مع منتخب مصر. حلو، إن شاء الله يعني بإذن الله.